بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. النهاردة هنكمل الهيستولوجي اوف ذا فيميل جينيتال سيستم، وهنتكلم على الفاجينا. طيب الفاجينا بالنكد اي بالعين المجردة بنلاقي ان فيها ترانزفيرز ريدج، تنيات كده ماشية بالعرض، داير ايه داير اهي، ادا ترانزفيرز ريدج او بيسموها روجي. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها؟ علشان يعني هي كده مكشكشة، هي مسافة كبيرة بس هي ايه مكشكشة كده على بعضها، فبتدي النار وكنال. لكن لما يجي ساعة بقى لولادة البيبي، شفتوا الهيد قد ايه؟ علشان الهيد، وشفتوا الاكتاف قد ايه؟ علشان الهيد دي تتولد فبتحصل فيه، شايفين ادا اليوترس اهو، ادا السيرفكس، شفتوا السيرفكس بيحصل فيه كونتراكشن فبتشد لفوق، بيفتح السيرفكس. الفاجينا اللي كانت نارو كانال بتبتدي توسع، لان كل دي بتتفرد بقى، ترانزفيرس ريدي او روجي دي بتتفرد، شوفوا نارو كانال ازاي، لا هتبتدي يحصل كونتراكشن من اليوترس لحد ايه ما البيبي ايه يبقى دليفرد. شوف هنا وسعت قد ايه، خلاص والبيبي هيلف اهو، بعد كده الكتاف هتتولد، بعد كده هيخرج البيبي، بعد كده ايه بترجع تاني لحجمها ايه الطبيعي. فهي سبحان الله، عشان ايه هي مهيئة لما يبقى فيه إيه ولادة بتتسع بالشكل ده، ففي ترانزفيرز ريدج او روجي في الايه في الفاجينا. طيب لو خدنا قطعة من الفاجينا ونعملها اكزامينيشن باللايت مايكروسكوب، باي لايت مايكروسكوب الفاجينا كومبوزد اوف 3 سيجمنت او 3 لاير. اول طبقة دي بنسميها الميوكوزا، الطبقة اللي بعدها ماسل لير، دي سموث ماسل بنسميها ماسكولوزا، اخر طبقة بتبقى كونكتيف تيشو بس مفيش فيه بريتونيوم بنسميها الادفانتيشي. طيب ايه نوع بقى الابسيليوم؟ الميوكوزا عبارة عن ابسيليوم، وهنا بيبقى فيه كونكتيف تيشو بنسميه الكوريوم. طب ايه نوع الابسيليوم؟ نبص كويس هنلاقي ادا طبقة، ادا بيزمنت ممبرين، بعد كده في كولامنر سيلز وسبيزل اوفر نيوكلياي، بعد كده في بوليهيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكلياي، بعد كده فلات سيلز والسمبل سكويماس ابيثيليال سيلز. يبقى ده ايه استراتيفايد سكويماس، مفيش كيراتين، يبقى اسمها استراتيفايد سكويماس نان كيراتينايز. استراتيفايد سكويماس نان كيراتينايز ده مميز جدا في الفاجينا، عنده القدره على السينثيسيس والاستروج للجلايكوجين. ليه الجلايكوجين؟ لان طبعا انتوا عارفين لما بيجي السبيرم بيبقى انجكتد في الفاجينا، الجلايكوجين ده بيعمل له ايه نيوتريشن، بيغذي الايه السبيرم، بحيث ان هي لسه هتسافر رحله طويله في اليوترس اهو لحد ما بتوصل للاوفا، ويحصل تشوفوا الفيرتلايزيشن بتحصل في الفالوبيان تيوب، وبعد كده الفيرتلايزد اوفا بتيجي تبقى امبيدد ايه في اليوترس. فهي طبعا هيسافر رحله طويله، فاحنا عندنا الفاجينا واليوترس والفالوبيان تيوب، كل دول بيعملوا سكريشن للجلايكوجين والجلايكوبروتين عشان النيوتريشن بتاع السبيرم ده اهو، عشان يقدر ايه يتحرك ويواصل الرحله الطويله بتاعته لحد ما يقابل الاوفا في الفالوبيان تيوب. وبرده بيحصل نيوتريشن للفيرتلايزد اوفا لحد ما خلاص تبقى ايه امبيدد في الايه في اليوترس. طيب ايه الفايده الثانيه بقى؟ يبقى اول فايده الجلايكوجين ده بيدي نيوتريشن للسبير اهي عشان تسافر الرحله الطويله بتاعتها دي. تاني حاجه الجلايكوجين ده بيبقى فيرمنتد في الفاجينا وبيتحول للاكتيك اسيد، خلاص، بحيث ان ايه بريفنت الانفيجن البكتيريا في الايه في الفاجينا. اي بكتيريا من دي تحاول تخش الفاجينا خلاص هو بيحصل لها ايه ديستراكشن، فبالتالي بتحافظ على الفاجينا ايه كلين، ما يبقاش فيها اي ايه ميكروبات، خلاص عشان سلامه ايه السبرم وسلامه الجهاز الايه التناسلي للايه للفيميل. طيب يبقى كده عرفنا الابسيليوم وان هو بيخزن جلايكوجين، والجلايكوجين ده مهم عشان النيوتريشن بتاعه السبرم، وبيبقى فيرمنتد باللاكتيك يدي لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيد ده بيحرق اي بكتيريا او اي ميكروبات تحاول ان هي ايه تخش ايه جوه الايه الفاجينا وتعمل ايه اي ايه مشاكل او انفلاميشن.
طيب الطبقة دي بنسميها ايه؟ الكوريم. كوريم ده معناه ان فيه لوس كونكتيف تيشو، بيبقى فيها بلاد ريتش ان بلاد فيسلز والنيرفز والليمفاتكس، بيبقى فيه كونكتيف تيشو سيلز زي ما احنا شايفينها اللي هي الفايبروبلاست اللي هي بتعمل الكولاجين اللي موجود هنا، وبيبقى برضو فيه ايه إلاستيك فايبر، لأن احنا شفنا ان الروجي دي بتتمط أثناء ايه الولادة، فبيبقى فيها ايه إلاستيك فايبر، ريتش ان إلاستيك فايبر وريتش ان بلود فيسلز، وبيبقى برضو فيها ليمفو سايت. طيب بعد كده المسل، بيبقى عندنا فيه سموث مسل. السموث مسل دي تبقى سبندل شيب ولها تيبرنج اند كده، ولها أسيدوفيلك سيتوبلازم، ولها ايه زي ما انتوا شايفين كده سنترال اوفال اور فلات نيوكليس. السموث ماسل هنا بتبقى ارانجت في تو لاير، انر سيركولر بتلف حوالين الفاجينا داير ان داير، ها، واوتر لونجيتيودنال. خلاص يبقى في انر سيركولر واوتر لونجيتيودنال سموث ماسل، طبعا بتبقى سيبريتد بكولاجين فايبر وبلاد ايه فيسلز وايه ونيرفز وليمفاتيك برضو. طيب اخر طبقه بقى، اخر طبقه دي عباره عن برضو لوس كونكتيف تيشو او دنس كونكتيف تيشو، سوري، بيبقى ريتش في البلاد فيسلز ات البلاد فيسلز، وبيبقى فيها ايه نيرفز وايه وليمفاتكس. طيب لو جينا بقى السلايد، لو جينا نشوف السلايد بتاعه الفاجينا تحت الميكروسكوب، ادي هنا الابسيليوم، ادي الريدجي، دي الريجي بقى او ترانسفيرز ريجي اللي احنا التانيات اللي احنا قلنا عليها، لكن هو الابسيليوم هنا ايه استراتيفايد سكويمس نان كيراتينايزد ابسيليوم. خلاص يبقى هنا بقى ايه ادي الاستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايزد ابسيليوم. طب ده ايه؟ ده الكوريوم، المنطقه دي الكوريوم عباره عن برضو ايه كونكتيف تيشو، بيبقى فيها بلاد فيسلز وكولاجين فايبر وفيها نيرفز وايه وليمفاتيك، وبيبقى فيها ايميون سيلز برضو. خلاص يبقى ديت الايه الميوكوزا. طيب الطبقه دي بقى الماسكلوزا، دي عباره عن تو لاير، انر سيركولر اهو واوتر لونجيتيودينال. اللاست لاير دي بتبقى كونكتيف تيشو، وبيبقى فيها بلاد فيسلز وكولاجين فايبر و كونكتيف تيشو سيلز، دي بنسميها ادفانتيشيا يعني كونكتيف تيشو بس، ما فيش ايه بريتونيال كفرنج ولا في ايه ميزوسيلي، جاست ايه كونكتيف تيشو. دي الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ذا فاجينا اندر لايت مايكروسكوب. اتمنى كده نكون احنا خلصنا الاوفري وخلصنا الفالوبيان تيوب واليوترس والسيرفكس، وقلنا ايه الفاجينا. هنكمل ان شاء الله بقيه الفيميل جينيتال سيستم، هنتكلم على الماماري جلاند، وهنتكلم على ايه البلاسنتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.